يا مثل اللحمة والخس أو النهارده ان شاء ال الله، النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض يا مثل باقي انشطه الفصل الثامن، وبعد كده ندخل ان شاء الله ناخد اول درس عندنا في الفصل التاسع. يلا يا يلا يا يلا يا حسين، عايز تحلي؟ ماشي. اول سؤال يا حسين بيقول لك اوجد الناتج باستخدام جدول القيمه المكانيه. احنا عرفنا جدول القيمه المكانيه يعني ايه، يعني بحط فيه الفلوس بتاعتي، الرقم اللي في الآحاد بحطه عند الجنيه، والرقم اللي في العشرات عند العشرات، والرقم اللي في المئات عند المئات. نعم يا يلا قولنا جنى. وراها تاني يا مس. صفحة يا مس 54. اه يا جميل، يلا يا حسين نعم يا مس، يلا يا اجمع، مس هنعمل ايه؟ الستة، الستة دي هنكتب في الأحد واحد وواحد وواحد، يبقى كده ثلاثة وواحد تاني يبقى أربعة، وواحد تاني يبقى خمسة، واحد تاني يبقى ستة، وأروح عند العشرات هنكتب عشرة وعشرة بسرعة شوية. وعشرة وعشرة وعشرة، يبقى كده أيوة كام عشرة؟ يبقى كده خمس، كده عشرات. 50. ماشي يلا روح عند المئات، وعند المئات 300، هنحط 100 و100 و100، يبقى كده شطور، 300، برافو. وهنرجع تاني هنحط الرقم التاني، هنحط 1 2 3 4 5 6 7. هتحطي 7، 1 2 3 4 5 6 7، يلا روح يلا خلاص. كام 10؟ اثنين، يا ويت كم؟ عشرة 10. 2 صح؟ 10 والله افتكرت غلط. 10 يلا كم؟ صح؟ 10. 2 صح. كام 100؟ يلا خش على المئة، ده كم؟ كام 100؟ المئات 200، برافو يبقى عليك تعمل كم؟ 100 و100. شطور. شاطر، يلا معاهم نلبس يا يلا مس. حبيبي، العدد 500، العدد 583. طب تعالى نعد كده. طب عد مع المس عشان تعملوها من الأول. يلا عد مع المس، هنجمع 10 من 6 هنا من زائد 7. الآحاد، هنجمع 10 من الآحاد، أول ما نقول 10 نقف، يا مس نقول هو أنا كده مش معودة على الطريقة دي، أنا معودة إن هو خلاص فكهم دلوقتي يمسك بقى لحد ما لحد والعشرات مع العشرات، لأن الطريقة دي مش بحب يستخدمها. طب انت السلام الناتج عليكم. طلع، طب الناتج طلع معاك ايه؟ 583. شطور، برافو عليك، هو 583. طب تقدر تقول لي الميت انت عملتها بالطريقة ازاي؟ يلا قولها لها، يلا احد مع احد. يلا يا مس 6 زائد 7، بعد 7 8، 9 10، 11 12 13. 12. هتكتب 13 كلها؟ لا هنطلع بالواحد فوق الخمسة، واحد جميل، واحد وخمسة ستة، هاي ستة واتنين، ستة واتنين 6 و2. تمانية. عليكم يا مس. تمام يا شاطر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا ثلاثة، وهنا ثلاثة بيقول واتنين، لحضرتك إن 6 و2 8. أنا يا سامعين تمام، سامعين. وهنا ثلاثة واتنين، ايه 3 و2 5، يبقى ايه ممتاز، الرقم ده؟ برافو عليك. 5. صفحة كم يا مس؟ لا خمس، نعم صفحة كم يا مس؟ السلام عليكم. 54. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ملوك. العدد 583. هايل، برافو 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 يا حسين، ممتاز يا حبيبي، شطور. نعم يا جنى. أعمل دوارة برضو زي عاملة كده. بصي يا جنى، هو مش شرط تعملي كل الجنيهات دي. احنا يا جميلة هنجمع الستة مع السبعة هيدينا 13، هنحط 3 جنيهات في الآحاد وهنحط 10 في العشرات، يعني ممكن تقولي جنيه، 2، 3، 3 جنيهات بس في الآحاد وهنحط 10 في العشرات. تمام، نحط واحد في يعني العشرات يعني 10 واحد. انا امسح ده كله واكتب 3 جنيه.
لو ما لو كتبتيه خلاص ده صح وده صح، لو ما كتبتهوش انا بقولك علشان خاطر ما تقعديش تكتبي كتير. ماشي. انا بس جنى انا انت الكاميرا عندك سودا ليه؟ انت فاتحة الكاميرا صح؟ بس هي سودا انا مش شايفاكي. لا انا فتحها، بس انا في زر بيكون في اللابتوب بقفل بيه الكاميرا، علشان انا النت عندي بيكون ضعيف لما اكون فاتحة الكاميرا، فعشان كده اه بفتحها انت من اللي هنا. عاملاها يعني، مش مشكلة في ال مش مشكلة عندك في الجهاز يعني. ايه مش في الجهاز ده، زر انا عاملاه. ماشي يا روحي. طيب يلا يا ملوك، عايزين نحل المسألة اللي بعدها يا ملك. هنجمع 4 زائد 2 هيدينا كام؟ هنجمع 4 زي 2. ها؟ ماشي، 4 زي 2 يساوي 6. يعني هنحط 6 جنيهات، 1 2 3 4 5 6. طيب وهنجمع 6 زائد 7 يا ملوكة هيديني كام؟ هنجمع 6 زي 7، 7 ونص، 7 بس 7 8 13. 13. برافو. هنحط 3 في العشرات ونحط الواحد في المئات، وبعدين نكتب مئات مع 600 مئات. هو يمكن أقول الرقم لو كان انت معايا. هتجاوبي سؤالك حالا. ها يلا يا جميلة، هنجمع مئات مع مئات هتبقى كام؟ مئات مع مئات، الخمسة هتبقى 6، 6. برافو. وستة زائد وستة زائد واحد يبقى 7، يبقى 736. ممتازة جدا، هيبقى فعلا 736. مس شطار. نعم يا جن. يمكن بس وانا عشان لسه ما كتبت اللي في المئات. طب بسرعة يا جنى، بسرعة يا جميلة عشان نلحق ناخد درس جديد. يمس هما دول 800 صح؟ نعم 7 يا جميلة. 7. كانت أوه. حضرتك بتدي صباحي؟ تانية صباحي؟ لا صباحي بدي أمال حضرتك بتدي أولى رابعة صباحي؟ وستة، بدي صباحي رابعة وستة بس. تمام. طب ليه يا مس مش بتدي 5؟ 5 ما عشان مواعيدي، والله ما عنديش مواعيد. أصل بنتي في 5، افتكر حضرتك كنت بتديها يمس كنت هنقولها طبعا. لا انا بدي 5 مسائي. حضرتك بتدي 5 مسائي. انا اللي بدي 5 مسائي. تمام. يمس يمس نعم يا روح. هو انت بتدي 6 صباحي؟ انا بدي 6 صباحي يا جنى. بس هو انت عندك بنت اسمها سما اشرف؟ قرآن بقى والصوت ده. سما اشرف دي اختك ايوه صح؟ حسيت ان الصوت زي بعض برضه. ومعايا محمد حماده اخو يوسف. خلصت يا ميس. خلاص ايوه يا ميس، انا اخو محمد. اخو محمد يا يوسف، ما انا سألته وانا عرفت من الصوت برضه يا يوسف. طيب يلا يا حلوين نكمل. هنا بيقول لي 508 ناقص 253. نقول يلا يا محمد. كمان ايه؟ مش يا سامعة. ميس هنعمل 8 وحدات. ماشي هنعمل 8
وحدات في الجنيه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعدين وبعدين نعمل 10. نعمل 10 في ايه؟ في العشرات اه ليه؟ طيب قول لي ليه، عارف ليه؟ انا بحط العدد كله يا محمد الاول، احاد عشرات مئة، العشرات صفر، الحد الاول عشرات صفر، ماشي، المئات 500، حلو كده. طب هو بيقول لي شيل من الاحاد 3، هنروح يا محمد نكنسل على 3 من الاحاد، وبيقول لي شيل من العشرات، شيل منها 5، هو انا عندي حاجة في العشرات؟ هو انا عندي حاجة يا محمد في العشرات عشان اشيل منها 5؟ لا اعمل ايه يا بطل؟ هناخد من المئات 100، هي هناخد من المئات 100 زي ما انت قلت، أنا أمي مين؟ ونفكها كام؟ 10. هتبقى 10 واحد. 10 عشرات، 100 يا محمد فيها 10 عشرات، عشان كده انت قلت لي هحط 10 عشرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبعدين يا بطل هنعمل ايه؟ هناخد بقى منهم 5، عادي نقدر ناخد منهم 5، هيتبقى فيهم كام؟ ها؟ هيتبقى 5. حلوة قوي. وقال لي كمان خد من المئات 2، ادي 2، يلا بقى قول لي اتبقى عندي في الاحاد ايه، واتبقى عندي في العشرات ايه، واتبقى عندي في المئات ايه. اتبقى في الاحاد 5، هاي، واتبقى في العشرات 3، عشرات 5 برضه، 5 بر، 5. والمئات المئات 2. شاطر. يبقى العدد بتاعي كام يا حبيبي؟ ها، يبقى العدد بتاعي كام؟ اقرا على بعض، يلا يا حماد، انت رحت فين؟ اقرا العدد اهو، ما انا كتبت. ميتين خمسة وخمسين يا محمد، العدد بتاعي 255. يلا يا يوسف، يوسف غلطة، نعم مي يلا يا يوسف، حاضر. 736 ناقص 446. أول حاجة الأحد، هم حادي، 6 زائد 6، 6 زائد 6 هيبقى 12. ناقص يا يوسف، 6 زائد 6، ناقص يا يوسف، 6 ناقص 6 صفر، يبقى لحد كده مفيش أحد. ماشي، حلوة أوي، برافو عليك، كمل. والعشرات 3 ناقص 40 هيبقوا 10. هنشيل من التلاتة 4، ينفع؟ لا طيب احنا بنعمل الطرح ازاي يا يوسف؟ بنمسك العدد المبلغ الكبير الاولاني ده ونحطه في جدول القيمة المكانية. الستة دي يعني 6 جنيه، ادي 1 2 3 4 5 6، والتلاتة دي يعني 3 عشرات. يس، ممكن ناقص وزائد قبل ما تشرحي؟ نعم، يا شرح ازاي هي بتشرح الناقص؟
كان كان ناقص. بيقول لحضرتك لما يوسف ما عرفش الناقص كان بيقول لحضرتك تفتحوا له ازاي. لا ده الناقص اهو. فاحنا هنا التلاتة في العشرات نزلنا 3 عشرات. طيب والسبعة في المئات هنحط 1 2 3 4 5 6 7 مئات. طب وبعدين هنعمل ايه يا حلوين؟ هو بيقول لي شيل من الآحاد 6، هنشيل 1 2 3 4 5 6، ما تبقاش عندي حاجة. رجع قال لي شيل من العشرات يا يوسف 4. هتقول لي يا ميس شيل ازاي 4 وانا مش معايا غير بس 3؟ هناخد واحدة بقى من المئات نفكها 10 عشرات عشان نقدر نشيل 4 براحتنا. كده هيتبقى مننا ايوه هنشيل 4 اهو، 1 2 3 كده قدام ميس 200، يعني ايوه، المئات هيبقوا 200 وهنشيل صح من المئة 280، كده هيبقى 4. 280. حلو شاطر جدا. يبقى الناتج كام؟ قولوا تاني كده، الناتج عد العشرات كده كام كلها، العشرات كلها 10، عد العشرات دول كام؟ 10. كام 10؟ مش مد... ما خلاص ما كنسلناش عليهم. كام 10 معانا؟ معانا 1 2 3 900، 9، يبقى احط في العشرات 9. ومعانا كام 100؟ كام 100؟ واحد. لا كام 100 مش مشطوب عليها، 200، بس كده. يبقى الناتج كله على بعضه 200 وايه؟ 207، 207. الله 290. مثل كام حاجة؟ نعم 207، أنا مش لا فاهمة ده. مش 207 يا حبيبي. تاني اقولها تاني، اقولها تاني، نركز يا اولاد. دلوقتي انا بحط في الطرح العدد الاولاني ده. مش المفروض يمس ان ده، مش المفروض يمس ان ده 3، وانت يمس، وانت يمس كده اكتر من العدد. هو ليه يمس اكتر من العدد؟ يا حبيبة قلبي احنا جينا ناخد، قال لي انا بكتب العدد ده بس ماشي، المفروض اشيل من الاحاد 6، شلت من الاحاد 6، المفروض اشيل من العشرات 4، العشرات كان فيها 3 بس يا ملوك. ما ينفعش ابدا اخد 4 من التلات ده، هما 3 بس. هنعمل ايه عشان نصلح المشكلة اللي عندنا دي؟ هنعمل ايه؟ هنروح ناخد 100 نفكها 10 عشرات، نروح ناخد 100 ونفكها 10 عشرات، وبعدين نبتدي ناخد بقى منها الأربعة، نشيل الأربعة. شلنا الأربعة بقى كام يا ملوكة؟ بقى 9، ونشيل من المئات 4 كمان أهو، شلنا من المئات 4، اتبقى في المئات 2. بقى كده العدد بتاعي كام أو المبلغ بتاعي؟ 290. مش تبغى تخليك كده دي واحدة. العدد بتاعي 290. مش تحلل لي كلمة دي. استنى بقى يا بطل عشان صحابنا يحلوا ولا يزعلوا مننا بقى، يقولوا مفيش بقى غير حسين اللي بيحل، مفيش غير حسين اللي بيحل. ماشي كل واحد ياخد دور. انت شطور يا حسين. خلاص يا ملك، لا بس مين بطل اليوم؟ نعم يا حبيبي. مين بطل اليوم؟ الله كلنا ابطال بقى، معانا ابطال كتير اهم. انا معايا النهارده 6 ابطال، وفي بطل منهم النت ضعف عنده وخرج. مس نعم يا جن، انا ما جاوبتش. انتي وتالين هتجاوبوا حالا يا جن. يلا يا جن، بيقول لك مش لخبطة،
يا ملوكة عايزين نلحق يا ملك كده، مش هنلحق نخلص. أنا كتبت كل حاجة غلط. يا مس، نعم يا جن، هو يمكن بس تطلعي فوق سنة بس؟ برضو انت لسه ما خلصتيش. لا انا بس في هنا، في هنا برقم بقى نسيت اكتب الاجابة. رقم ب يا روحي 736. ماشي، شكرا يا مس. عفوا، لحظة قبل تخلص، ممكن بس تنزلي، كده ممكن تنزلي يا مس. شكرا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، اثنين، عشر، العشرات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلتاشر، تلاتاشر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كل يا شن. نعم يا مس. يلا يا جن يا جميل، بيقولك إذا كان لديك 180 جنيه وذهبت إلى المتجر فحدد الأشياء التي يمكن شراؤها. يعني أنت يا جميلة لو معاكي 180 جنيه ممكن تشتري إيه من الحاجات اللي قدامك دي؟ ممكن تشتري إيه وإيه؟ يمكن أشتري مثلا الشنطة. ماشي، الشنطة ب 38 جنيه. بص يا جميلة، أما يجيب لكم صور زي كده ويقول لك معاك مبلغ كذا 180 ممكن تشتري ايه، ابدأ بالحاجة اللي سعرها كبير، ابدأي بالحاجة اللي سعرها أكبر. ايه أكبر سعر عندك؟ التيشيرت. أيوة، فهقول له إن أنا ممكن أشتري تي شيرت، والتيشيرت ثمنه 120 جنيه، انا معايا 180، يعني ال 180 لسه باقي معايا فلوس منها. ممكن اشتري بقى ايه؟ يعني لسه باقي معايا 60 جنيه، ممكن اشتري ايه؟ يمس، يمكن بس كلمة تيشيرت تعتلي عشان مش فاهمة، مش فاهمة الخط ده. حاضر، واضحة كده؟ ممكن أشتري تي شيرت. طيب التيشيرت تمنه كام؟ 120 جنيه. طب ممكن أشتري إيه كمان؟ ممكن أشتري كرة. ممكن أشتري إيه كمان؟ ممكن أشتري كرة، والكرة دي تمنها كام؟ الكرة تمنها 30 جنيه. يعني أنا كده اشتريت حاجات ب 150 جنيه. اشتريت حاجات بكام؟ ب 150 جنيه. لسه باقي معايا كمان 30 جنيه، ممكن اشتري ايه؟ يمكن أشتري بيها قفارة. طيب يا الشنطة، ناس، ممكن أشتري بيها مس الطاقية. ممكن اشتري بيها تلبس يا طاقية. ناس. ممكن اشتري بيها الطاقية. برافو. وتمنها كام؟ ب 15 جنيه. تمنها 15 جنيه. نجمع بقى كل المبلغ ده هنلاقيه 105 يمس، وست. يمكن أنا أقول قولي
هيكون هنا نص ثواني كده. معاكي 120 و30 يبقوا 100 وإيه؟ ثواني يا مس، انا عارفاها بس ما تقوليش يا مس. ثواني بس، طب يلا أسرع شوية يا جنى عشان إحنا كده متأخرين. لحد هنا هيبقى معانا ها قول هيبقى معانا يمس كده 15. هيتبقى معانا شاطرة، برافو عليك. لحد كده 150 و15 كمان يبقوا 165. احنا كان معانا 180، ننقص منهم ال 165، هيتبقى 15 زي ما الجميلة قالت، زي ما الشطورة جنى قالت، هنكتب باقي 15 جنيه. مش يمكن بس ثواني اكتب بس الطاقية. أنا عايزاكي أسرع بقى يا جميلة شوية، عايزين نبقى أسرع في الكتابة يا حلوين عشان نلحق نخلص، لأن إحنا كده يعتبر متأخرين. مش انا اصلا خلصت، يعتبر خلصت. شطور يا يوسف. ولا يا مس خلاص. شطور يا محمد، برافو عليكم. خلصت يا مس. شطور، يلا حبايبي. لحظة يا مس، اتفضل لحظة يا مس. يلا يا ملوكة أسرع شوية. مس بعد التقية ايه؟ اه طاقية ماشي خلاص. 15 بس، الإجمالي 165، باقي 15. 156، 156، مس انت كده 156. 165 سبعة بيبي نقرأ صح يا جميلة. بيبي بعد اكستان مش ليش اوكي ليش اوكي بيب بوهر يلا الصفحة اللي بعدها بيقول لي قدم قدم نركز مشي بقى يا حلوين. الصفحة اللي بعدها بيقول لي ايه؟ بيقول لي اقرأ ثم أجب. اشترى أحمد دراجة بمبلغ 627 جنيه وكرة بمبلغ 59 جنيه، ما إجمالي يعني هجمع المبلغ الذي أنفقه أحمد. يلا يا تالين، دلوقتي هنجمع 627 جنيه زائد 59 جنيه يا تالين. يلا معايا يا تالين، 627 زائد 59 أحاد زائد أحاد، هتجمعي يا جميلة 7 زائد 9. بنجمع إزاي؟ بنحط التسعة في مخنا الكبيرة، 9 هي الرقم الكبير. ناس أنا عارفة. أنا عارفة إنك عارفة، ده دورها بقى. يلا يا جميلة هي اللي تقول. تالين اسكت يا ابني. تالين بس اللي تبقى فاتحة المايك. 15 7 زائد 9 يا جميلة، حط التسعة في مخنا ونطلع 7 على ايدينا، هتديكي 16 مش 15. مش هنكتب الـ16 كلها، هنكتب الستة تحت والواحد فوق. ها، 1 مع الـ2 تبقى 3، 3 وكمان 5، 3 زائد 5، حطي التلاتة أو الخمسة في مخك الكبيرة وطلعي التلاتة على إيدي. 8 8 برافو، 8، ممتازة. والستة مفيش حاجة معاها، هتنزل زي ما هي، يبقى الناتج بتاعي يا حلوين
86 جنيه، 686 جنيه. طيب بعد كده بيقول لي اشترى ياسر كتاب بمبلغ 52 جنيه يا حسين، فإذا كان معه 186 جنيه فما المبلغ المتبقي مع ياسر؟ متبقي يعني أطرح. يلا يا حسين، 186 ناقص طيب 52. ماشي، ايه ده احنا حاسبين هنا على 189؟ طب احسبها مع الاسم غلطة. الاول. 186 ناقص 52. اطرح معايا مية هنا ستة بقى، حاد ناقص احاد. اطلع مع المس هنا على البورد. يلا اطلع مع اطلع مع المس على البورد. ما تبصش هنا عشان احنا عملناها 9 هنا غلط. ماشي اصلح مع المس على البورد. يلا ماشي. ستة ناقص اتنين. 6 ناقص 2 4، طيب شطور. اللي بعده يلا بسرعة. وتمانية نقصنا منها 5 3، برافو. والواحد ده نعمل فيه ايه؟ الواحد ده هينزل زي ما هو. ممتاز جدا. يبقى العدد كام؟ اقرأ العدد على بعض. 134. ممتاز جدا، برافو عليك، شطور يا حسين. بعد كده بيقول لي ادخرت شيرين 375 جنيه في الشهر الأول و 518 جنيه في الشهر الثاني، بيقول لي ايه بقى؟ ما اجمالي ما ادخرته شيرين في الشهرين يا محمد؟ قول لي يا محمد، يعني اجمالي هجمع ولا اطرح؟ هنجمع يا ماشي. يلا يا بطل نجمع. 375 زائد 518 احاد زائد احاد، عشرات زائد عشرات، مئات زائد مئات. يلا 5 و8 13. برافو، احطها كلها. لا نغط الثلاثة، 1 على 7 هايل، تبقى هتقبل كام؟ هتقبل هتقبل 7 8، برافو، والثمانية مع الواحد كده 9. شطور جدا. وبعدين الثلاثة زائد الخمسة هيبقى 8. يبقى المبلغ كله على بعضه كام يا بطل؟ 893. ممتاز جدا، يبقى 375، أما جمعنا عليها ال 518 إدتنا 893 جنيه. هايل يا محمد. يلا يا يوسف، بس بيقول أنا ما لي مع جاوبتش. خالد 253 جنيه، أعطى أخته 192 جنيه، ما المبلغ المتبقي مع خالد يا يوسف؟ متبقي يعني اجمع ولا اطرح؟ أعطي يلا يعني هنطرح ال 253 ناقص ال 192، اطرح يا بطل. أول حاجة ميس، التلاتة ناقص اتنين هيبقى واحد، حلو، هاد واحد. العشرات 50 ناقص 70 يبقوا 40. أولا دي مش 7، دي 9، ده أولا. ثانيا مينفعش أبدا يا يوسف أطرح والصغير هو اللي فوق، لازم يبقى الكبير اللي فوق. أنا عندي الخمسة هي الصغيرة، يبقى ما ينفعش أبدا أقول 5 ناقص 9. هنعمل إيه يا يوسف؟ هنقول 99 ناقص 50. لا لا يا يوسف، ما تستنصحش، مش هجيبها من تحت، ما ينفعش. احنا مستني بنطرح فوق هنشتري. ناقص تحت، فمش هينفع. هنعمل ايه يا يوسف اما ما ينفعش؟ هنروح نخبط على الجارة اللي جنبها الاتنين دي وناخد منها واحد. الاتنين لما تدينا واحد هتبقى واحد بس. طب الواحد اللي احنا اخدناه هنعمل فيه ايه يا حبيبي؟ هنحطه جنب الخمسة فتكون 15. اطرح بقى يا بطل كده، اقدر اطرح 15 ناقص 9. 15 ناقص 9 يساوي كام؟ 16. يا سلام،
ناقص 9. بعد من بعد الصغير لحد ما اوصل للكبير، من بعد 9 10 11 12 13 14 15. عديت كام صباع على ايدك؟ 6 ست بس، يبقى هنحط 6. وبعدين 1 ناقص 1 الهواء، يعني الناتج كله بتاعي هيكون كام؟ 61. شطور. يبقى اما طرحنا ال 253 جنيه ناقص ال 192 جنيه هيكون الناتج بتاعي 61 جنيه. شطور يا يوسف، بس ركز يا يوسف، اما يكون الصغير فوق لازم تستلم.